بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم 11/6/2023، قبل الفرز بأيام قليلة، بنشوف حالة النحل ايه. الخشبة دي نشفت اهي، ماسكة جامد طبعا بمادة البروبليز، مادة البروبليز القوية. هنبدأ كده نفتح الخلايا مع بعض، الخلايا اللي في ايدينا، ونشوف وضعها ايه علشان الايام اللي جاية بإذن الله اقل من اسبوع تقريبا، يعني هيكون موضوع الفرز. هناخد تاني برواز ونشوفه كده. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين في عسل خاتم وفي عسل مش خاتم، ماشي. البرواز ده انا هنقله عشان نحط برواز فاضي مكانه، لازم نحط برواز او بروازين ونشيل بعض البراويز، ننقلها لخلايا تانية علشان نجهز للفرز ان شاء الله. هودي ده واجيلكوا تاني. مرة تانية جينا نكمل باقي الخلية. طبعا البرواز اللي انا نقلته ده احنا كنا حاطينه قريب، وهنشوف الباقي بقى. بسم الله ما شاء الله. هذا يا جماعة البرواز اللي خاتم من السدابة للسدابة، ده البرواز اللي خاتم من السدابة للسدابة وعامل جزء فوقه. من الناحية التانية اهو، بسم الله ما شاء الله. خلاص اكتر من نص البرواز من فوق خاتم، وجزء من تحت وعليه كميات كبيرة من النحل. شفنا كده البرواز لما بيبقى خاتم شكله يا جماعة، اهو ده. بسم الله ما شاء الله. كده الخلية والمنحل يعتبر جاهز للفرز. اهم حاجة زي ما احنا شايفين قدامنا كده، البرواز يكون جاهز، وغالب البرواز يكون خاتم. ده خاتم اهو، يعني النحل بعد ما عبى العسل بيقفل عليه بمادة شمعية اللي قدامنا دي. هنركن البرواز ده ونشوف اللي بعده. بندي دخانة خفيفة نطلع البرواز اللي بعده. بسم الله ما شاء الله، عسل خاتم و حضنة مغلقة من الناحيتين زي ما انتوا شايفين كده. هنضم ده عليه، هنجيب اللي بعده برضو، في جزء خاتم وحضنة مغلقة، وغالب الحضنة خرجت، ماشي. طبعا في برواز هيدخل الفراز، وفي برواز مش هيدخل الفراز. لما يكون غالب البرواز خاتم هيدخل الفراز يتفرز، خلاص، وما فيش خوف على برواز يكون فيه حضنة مغلقة، انما المشكلة في الحضنة المفتوحة لانها تخرج مع العسل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا على ما نيجي نفرز هتكون الحضنة دي خرجت والنحل جمع بقية الايه العسل. لتلاتة بتاع 20 يوم تقريبا اهو، شاف الشمع الجديد خاتم غارب البرواز زي ما انتوا شايفين من ناحيتين. Thank you.
طبعا احنا بنستعرض بعض الخلايا، خلية خليتين ثلاثة، وبنشوف الشكل العام ايه، بنقدر نحدد الخلية دي فيها عسل قد ايه تقريبا. اهو بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين يا جماعة. كل خلية هتبقى مختلفة عن الخلية التانية. هنشوف البرواز اللي جاي ده، بسم الله ما شاء الله، فيه طبعا كميات حبوب لقاح. اللي تحت ده حبوب لقاح، فوق عسل خاتم. هنشوف الناحية التانية، الله أكبر، كمية من حبوب اللقاح وفوق عسل خاتم. حبوب اللقاح والعسل الخاتم ده بيدل على ان النحل شغال وكميات ممتازة. نشوف البرواز الاخير وبعد كده نقفل الخلية. بسم الله ما شاء الله، برضو حبوب لقاح، عسل خاتم، كميات كبيرة من حبوب اللقاح زي ما انتوا شايفين كده. البرواز من الناحية التانية عسل خاتم زي ما انتوا شايفين كده. بقى الخلية جاهزة للفرز ان شاء الله. طبعا احنا بنفرز المنحل كله مع بعض، ماشي، وهنضم الخلية بتاعتنا دلوقتي، هنضم البراويز برضو زي ما قلنا قبل كده. مهم جدا واحنا بنضم الخلية مرة تانية ان احنا نكون حذرين وندخن علشان النحل يهدى والملكة تنزل في مكانها وتبعد عن البرواز من الجناب وما تموتش، لان موت الملكة معناها تأخر للخلية. هنحط دلوقتي برواز شمع اساس اهو، خلاص، عشان يدي فرصة للنحل يشتغل لحد ما ايه، ما نفرز ان شاء الله. خلاص كده، خلاص احنا النحل زي ما شايفين. ايه اللي خلى النحل هيك كده؟ الدخانة اللي احنا دخلناها. وهنبدأ نحط الخشب مرة تانية، وبرضو زي ما قلنا لأحبابنا وأعزائنا، الخشب ده احنا بنحطه ليه؟ بيرفع لنا الغطاء عن البراويز ويدي فرصة للنحل يتحرك من فوق زي ما يتحرك من تحت، وفي نفس الوقت يعمل على التهوية داخل الخلية. يبقى استفدنا معلومة مهمة وعرفنا الظروف اللي ممكن نفرز فيها العسل. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.